كان نادي البولو البريطاني القريب من قصر وينسر الملكي مسرحا على مدى ساعات لنشاط رياضي واجتماعي وثقافي وخيري تصدرته الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا والأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار ورئيس مجلس إدارة الأطفال المعوقين في المملكة العربية السعودية. الرياضة لها دور كبير اليوم في ربط الناس بعضهم بعض. نحن نعيش الآن في أجواء كأس أوروبا والعالم منشغل كأس أوروبا، انشغال العالم بالأعمال الطيبة والأعمال الرياضية، هذه الحالة أيضا أعمال خيرية. نحن نستلم تبرعات سنوية من هذه المؤسسة الرائدة ونقدم حقيقة لجميع الأطفال المعوقين هذه التبرعات الخيرية. فإذا اجتمع حقيقة الرياضة والنشاط الإنساني والعمل الخيري مرة واحدة في بلد صديق مثل بريطانيا بحضور حقيقي كريم من جهة ملكة بريطانيا، هذه كلها أشياء جميلة وأشياء تصب في تعزيز العلاقة. ويعكس هذا النشاط الذي بات تقليدا سنويا عمق العلاقات البريطانية السعودية خصوصا والعلاقات البريطانية الخليجية عموما بسبب المشاركات المتكررة للأمير شارلز وحتى أنجلي في المباريات التي يتنافس فيها الفريق البريطاني للبولو وفريق يمثل دول مجلس التعاون الخليجي. هذه احنا فكرة كنا قد ابتدأناها يمكن من حوالي 10-11 سنة، وكان القصد منها هي في المقام الأول تعاون وصداقة بين شعوب مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا، ثم تطورت شيئا فشيئا لتصبح مساهمة كبيرة في أعمال الخير إن كان هذا في كل مكان في الخليج أو في بريطانيا. وحرصت الملكة إليزابيث يرافقها الأمير سلطان بن سلمان على حضور المباراة بين الفريقين وعلى تقديم الكؤوس إلى الفائزين في المباراة. فيها تعزيز علاقات المباراة، هذه مباراة خيرية يعود ريعها للأعمال الخيرية، والحقيقة تبرز دور رجال الأعمال في مساعدة المجتمع، وطبعا حضور الملكة وتشريف الأمير سلطان بن سلمان للمباراة اليوم يؤكد الدعم لهذه المباراة بالتحديد، ومحاولة لإبراز وجه آخر من وجه الشباب السعودي بالتحديد وشباب دول الخليج بشكل عام. وتقول مجموعة بي أم جي المنظمة للحفل السنوي التقليدي إن ريع عائدات هذا النشاط الذي شهد أيضا مزادا علنيا على لوحات لفنانين وفنانات من المملكة العربية السعودية سيكون لمصلحة جمعيات المعاقين. رياضة فروسية وعريقة ولها الآن متابعة من قبل دول عربية في الإمارات، في تونس، في الأردن، وإن شاء الله قريبا في السعودية. ووجود الأمير تشارلز طبعا أعطى هذه الصبغة السياسية الاجتماعية الاقتصادية الخيرية. زكي شهاب، الحتى LBC.